شايف ازاي القائمة؟ قائمة المباراة لنادي الزمالك، يعني شفنا في حراسة المرمى صبحي موجود، عواد موجود في خط الدفاع زي ما انت قلت، عمر جابر موجود، الزناري موجود في خط الوسط، زكريا الوردي، ومن اللعيبة الجداد سامسون اكينيولا برضو أول مرة يدخل قائمة المباراة. مين الناس اللي انت شايفهم أقرب ان هم يشاركوا؟ كمان سامسون اكينيولا ما حدش شافه خالص وما اشتركش حتى في أي مباراة لأن كان لسه ما تأيدش إفريقيا وهيبدأ يشارك من دور المجموعات. شايف سامسون اكينيولا ممكن يشارك في المباراة النهاردة؟ يشارك كبديل. لو جينا بنتكلم على الصفقات الجديدة، أنا أعتقد إن مفيش حد هيشارك كتشكيل أساسي إلا زكريا زكريا الوردي، ممكن. اه يعني هو ده الوحيد اللي هيشارك كأساسي. طريقة اللعب هتبقى أو التشكيل هيبقى هو المعتاد بالنسبة لمستر فريرا. محمد عواد في حراسة المرمى، هيلعب برضو بالثلاثة أربعة ثلاثة، الثلاثة اللي ورا المسلوسي مع حسام عبد المجيد، ومع هنا الاختلاف بس اللي هو محمد عبد الغني أو الونش على حسب رؤية مستر فريرا، لأن الونش لسه أول مرة يرجع وأول يعني دخول بعد ليه في الإصابة القائمة يعني، بعد صح. الإصابة، فدي على حسب الحالة الصحية أو وضع الإصابة بتاعته كانت شكلها إزاي والتعافي تم إزاي. فهذا ده المركز اللي ممكن يبقى فيه الونش أو محمد عبد الغني، وقدامهم الأربعة اللي في النص هيلعب بأبو فتوح وسيد نيمار، وفي النص ده أعتقد هيلعب برضو بالوردي مع أشرف روقة. ولو نفتكر ماتش الأهلي في نهائي الكاس، وده أعتقد إن ده هيبقى المفاجأة أو دي الحاجة اللي ممكن يعملها فريرة النهاردة، إن هيلعب بإمام عاشور في نفس المركز اللي لعب بيه في ماتش الأهلي اللي هو ضمن الوينج الشمال، مع احمد سيد زيزو في اليمين، وقدام كفرويد صريح هو التونسي الجزيري. سيف الدين الجزيري. شايف ان امام عاشور هو اللي هيبدا ناحيه هو اللي هيبدا الشمال، ناحيه الشمال، مش هيلعب في نص الملعب يعني. لا اللي هيلعب في نص الملعب. ميزه كابتن فريرا العداله. النهارده غياب امام عاشور الفترات اللي فاتت، المباراتين اللي فاتوا، وتالق والاداء الكويس المرضي بالنسبه لزكريا الوردي كبدايه واشرف رؤى، قرايتي لشخصيه مستر فريرا ان هو مش هيقعد حد فيهم هما الاثنين، يعني مفيش حد من الاثنين اللي هما رؤى وزكريا الوردي مفيش حد هيقعد بره النهارده. طب ما هما ثلاثة، ممكن إمام عاشور يبقى الثالث. ما هيلعب التالت بس هيلعب في الناحية الشمال، يعني في نص الملعب ناحية الشمال. في نص الملعب ناحية الشمال عشان يبقى عنده الفرصة في الشوط الثاني ان هو أنا يقلب. بحسبك بتقول هو في الثلاثة، في الجبهة الأمامية الثلاثة أو ثلاثي الهجوم. أنت قلت زيزو وإمام عاشور وسيف الجزيري. ما هو ناحية في النص ناحية الشمال، يعني بس واجبات هجومية يعني زي مباراة الأهلي في نهائي الكاس، كان ده المركز بتاع إمام عاشور أو ده اللي لعب فيه في بداية المباراة، ودي كانت مفاجأة من المفاجآت. يعني كان بيلعب محمد عبد الغني وكان بيلعب بأشرف رؤى في المباراة دي في نص الملعب، فبالتالي ده أعتقد إن هو هيعمل نفس الموضوع ده النهارده.